بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا في هذا اليوم توجيهات نحو الوسطية والاعتدال. أما بعد، فيقول الله تعالى في الثناء على هذه الأمة المحمدية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالأمة الإسلامية هي الأمة الوسطية والاعتدال، وجاء التحذير في أحاديث نبوية شريفة من الغلو في الدين، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. والغلو فيما أعلم نوعان: الأول في المبالغة في النوافل، وذلك في صلاة الليل كله وعدم النوم واستدامة الصوم، بحيث يصوم المسلم كل يوم، وقد حدث ذلك نادراً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل بذل الجهد في عبادة الله تعالى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد الذين فعلوا ذلك، كما جاء في رواية الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاثة أفراد، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، الليل كله. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، يصوم كل يوم. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: المراد بالسنة الطريقة، والرغبة عن الشيء يعني الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. ومما جاء في هذا النوع من الغلو ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لا تلبس ثيابا جديدة ونظيفة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، صنع لسلمان طعاما، فقال له: كل. قال يعني سلمان قال لأبي الدرداء: كل معي يعني. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بأكل حتى تأكل. قال: فأكل يعني أبو الدرداء.
فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم إلى الصلاة، فقال نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا معا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى، يعني أبو الدرداء، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، يعني وافق سلمان في رأيه وفي اجتهاده. وهذا النوع من الغلو هو بداية ما أصبح يعرف بعد ذلك بالتصوف، وهو الذي تشكلت منه الطرق الصوفية المعروفة. وهذا النوع ليس هو موضوع هذه المحاضرة، وإنما ذكرته لبيان نوع من أنواع الغلو. والنوع الثاني من أنواع الغلو المبالغة في الحكم على المخالفين، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحكم المبني على الاجتهاد والرغبة في تحقيق المثل العليا للسلوك الإسلامي، وسأذكر مثلين حدثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول فيما أخرجه المؤرخ محمد بن عمر الواقدي في أخبار غزوة خيبر عن شيوخه، قالوا برز رجل من اليهود، يعني يريد المبارزة للقتال، يقال له الزيال، فبرز له عمارة بن عقبة الغفاري رضي الله عنه، فبدره الغفاري فيضربه ضربة على هامته وهو يقول خذها وأنا الغلام الغفاري. فقال الناس بطل جهاده، يعني لماذا لم يقل أنا ابن الإسلام؟ قالوا بطل جهاده. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بأس به، يؤجر ويحمد. والمثل الثاني فيما أخرجه محمد بن عمر الواقدي أيضا في أخبار غزوة خيبر، قال وغدا عامر بن سنان أحد الصحابة فلقي رجلا من اليهود، قال عامر فأضرب رجل اليهودي فأقطعها، قطع رجله، ورجع السيف على عامر، سيفه رجع عليه، فأصاب ذبابه طرفه، أصابه فنزف فمات، يعني سيفه رجع عليه فمات. فقال أسيد بن حضير حبط عمله، يعني قتل نفسه، وهو لم يقتل نفسه، رجع السيف بدون إرادته، حبط عمله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب من قال ذلك. كذب هنا بمعنى أخطأ، ليست ضد الصدق، في كذب ضد الصدق وفي كذب ضد الخطأ. كذب من قال ذلك يعني أخطأ من قال ذلك. إن له لأجرين، إنه جاهد يعني مجتهد مجاهد، وذكر أنه من أهل الجنة. فهذان النموذجان من تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الوسطية والاعتدال في الأمور والتحري في الحكم على الناس. الأول حينما هجم عمارة بن عقبة الغفاري رضي الله عنه على قرنه اليهودي الذي بارزه، قال عمارة خذها وأنا الغلام الغفاري، فقال الناس بطل جهاده، يعني حينما انتسب إلى قومه ولم ينتسب للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بأس به، يؤجر ويحمد، أي يؤجر في الآخرة ويحمد في الدنيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتماءه إلى قبيلته على سبيل الافتخار لا يؤثر على انتمائه للإسلام، ما دام الهدف من القتال هو نصرة الإسلام، والشعار الذي رفعه المجاهدون هو شعار الإسلام. وإن كان الانتماء للقبيلة، عدم الانتماء للقبيلة أكمل، يعني الأنصار والمهاجرون
ينتمون للإسلام، وإن كان عدم الانتماء للقبيلة هو الأكمل، كما هو الحال في سلوك المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعاً. والنموذج الثاني في حكم أسيد بن حضير على عامر بن سنان بأنه قد حبط عمله، وذلك حينما رجع عليه طرف سيفه وهو يهجم على اليهودي فجرحه فكان سبب لوفاته، فخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير في حكمه الذي تعجل به وأبان بأن عامرا شهيد في الجنة. وبهذه الجهود التربوية وأمثالها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتجاه بعض الصحابة رضي الله عنهم نحو التشدد في الحكم على إخوانهم مع الإبقاء على روح الحماس والغيرة الدينية عندهم، وتوجيه تلك الطاقة المتوثبة نحو الاتجاه إلى السلوك السليم والقويم. والقسم الثاني من المبالغة في الحكم على المخالفين هو الحكم المبني على الهوى المنحرف والضلال عن الصراط المستقيم، وهذا هو هذا القسم هو موضوع هذه المحاضرة، وأصحاب هذا القسم هم الخوارج. وسأتحدث في هذه المحاضرة عن أبرز طوائف الخوارج في تاريخ المسلمين. الخوارج هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه جماعة المسلمين، وبداية وجودهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما اعترض عليه أحدهم في قسمة الغنائم يوم حنين، وقد أخرج خبر ذلك الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يعني غنائم حنين، جاء عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضع يعني اللحمة تتدردر تتحرك، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي في يده مثل الثدي ورم كبير، وقوله كما يمرق السهم من الرمية معناه أن خروجهم من الإسلام يتم بسرعة كخروج السهم من الصيد المرمي بقوة وسرعة من قوة الرمي. والمقصود هو التعبير عن سرعة خروج الخوارج من الإسلام بتشبيه ذلك بسرعة خروج السهم من الصيد المرمي. وفي حديث آخر أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية لمسلم: يتلون كتاب الله لينا طريا رطبا. وفي رواية أخرى لمسلم: يتيه قوم قبل المشرق العراق محلقة الرؤوس. ففي هذه الأحاديث بيان شيء من صفات الخوارج، فمن ذلك أنهم يشتهرون بكثرة التعبد بالشعائر التعبدية كالصلاة والصيام، وأن الصحابة رضي الله عنهم على كثرة تعبدهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم.
ومنها أنهم من قراء كتاب الله تعالى، وأنهم يحسنون أداءه يعني قراءته، ويحسنون أصواتهم به، ولكنهم لا يتأثرون به في قلوبهم ولا يؤثر على سلوكهم. ومنها أنهم يحلقون رؤوسهم على الدوام على خلاف المعتاد من حياة الناس في ذلك الزمن. ومنها أنهم يعاملون من خالفهم من المسلمين بعنف وقسوة، ويستحلون دماءهم وأموالهم، بينما يعاملون الكفار من أهل الذمة بلين ولطف ويتورعون عن دمائهم. مواقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من الخوارج، كان أول ظهور الخوارج بصورة جماعية على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد وردت في ذلك أخبار منها ما أخرجه المؤرخ أحمد بن يحيى البلاذري من خبر الإمام الشعبي، قال: لما اجتمع علي ومعاوية على أن يحكم رجلين اختلف الناس على علي، فكان عظمهم وجمهورهم مقرين بالتحكيم راضين به، وكانت فرقة منهم وهم قرابة 4000 منكرة للتحكيم بين الحكمين، وكانت فرقة منهم وهم قليل متوقفين. قال: ففارقوه يعني علي بن أبي طالب، ففارقوه ومضى بعضهم إلى الكوفة قبل كتاب القضية يعني قضية الحكمين للصلح بين علي ومعاوية، وأقام الباقون معه على إنكارهم التحكيم ناقمين عليه يقولون لعله يتوب ويراجع. وأخرج أيضا من خبر الإمام الزهري قال: لما قدم علي بن أبي طالب إلى الكوفة من صفين خاصمته الحرورية، الحرورية هم الخوارج نسبة إلى بلدة في العراق اسمها حروراء كانوا يسكنون فيها، خاصمته الحرورية 6 أشهر، وقالوا: شككت في أمرك وحكمت عدوك ووهنت في الجهاد، وتأولوا عليه القرآن فقالوا: قال الله والله يقضي بالحق، يعني أنت لم تقضي بالحق، وطالت خصومتهم لعلي رضي الله عنه. ثم زالوا براياتهم انفردوا، وهم 5000 يقودهم ابن الكواء، فأرسل إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس وصعصعة بن صوحان، أرسل إليهم رجلين عبد الله بن عباس وصعصعة بن صوحان، فدعواهم إلى الجماعة وناشداهم فأبوا عليهم. فلما رأى ذلك علي أرسل إليهم إن يقول لهم: إنا نوادعكم إلى مدة نتدارس فيها كتاب الله لعلنا نصطلح، وقال لهم: أبرزوا منكم 12 نقيبا وأبعثوا منا مثلهم ونجتمع بمكان كذا وكذا، فيقوم خطباؤنا بحججنا وخطباؤكم بحججكم. ففعلوا ورجعوا، فقام علي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني لم أكن أحرصكم على هذه القضية وعلى التحكيم يعني الذي جرى بينه وبين جيش معاوية رضي الله عنه، ولكنكم وهنتم في القتال وتفرقتم علي، وخاصمني القوم بالقرآن، طلبوا التحاكم إلى القرآن ودعونا إليه، فخشيت إن أبيت الذي دعوا إليه من القرآن والحكم أن يتأولوا علي قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ويتأولوا قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثم قامت خطباء الحرورية، خطباء الخوارج قاموا فقالوا: دعوتنا إلى كتاب الله والعمل به فأجبناك وبايعناك، وقد قتلت في طاعتك قتلانا يوم الجمل ويوم صفين، يعني يوم معركة الجمل ويوم معركة صفين،
ثم شككت في أمر الله وحكمت عدوك، ونحن على أمرك الذي تركت وأنت اليوم على غيره، فلسنا منك إلا أن تتوب منه وتشهد على نفسك بالضلالة. فلما فرغوا من قولهم قال علي رضي الله عنه: أما أن أشهد على نفسي بالضلالة فمعاذ الله أن أكون ارتبت أو يعني شككت منذ أسلمت أو ضللت منذ اهتديت، بل بنا هداكم الله من الضلالة واستنقذكم من الكفر وعصمكم من الجهالة، وإنما حكمت الحكمين بكتاب الله والسنة الجامعة غير المفرقة، فإن حكم بكتاب الله كنت أولى بالأمر من حكمهما، وإن حكم بغير ذلك لم يكن لي علي ولا عليكم حكم. وأخرج أيضا من خبر الصلت بن بهرام قال: لما قدم علي الكوفة من صفين جعل يخطب الناس خطيبا في النبوة، وجعلت الخوارج تقول وهو على المنبر: قبلت الدنية بالقضية، يعني التحاكم إلى الحكمين، وجزعت عن البلية، لا حكم إلا لله، فيقول: حكم الله أنتظر فيكم، فيقولون: لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فيقول علي: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعث ابن عباس لمحاورتهم بعد هذا الكلام بينه وبينهم، بعث عبد الله بن عباس حبر الأمة لمحاورتهم هذا، وقد أرسل إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حبر الأمة عبد الله بن عباس، يعني العالم الكبير رضي الله عنه، ليجادلهم بالحكمة ويدعوهم بالتي هي أحسن. وقد ورد الخبر عن ذلك من عدة طرق، منها ما أخرجه الإمام عبد الرزاق الصنعاني من خبر أبي زميل سماك الحنفي قال: حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما اعتزلت الحرورية يعني الخوارج، فكانوا في دار على حدتهم منفصلين، قلت لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة، يعني صلاة الظهر، أخرها حتى يبرد الجو، لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أتخوفهم عليك. قلت: كلا إن شاء الله تعالى. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه الثياب اليمانية. قال: ثم دخلت عليه وهم قائلون في نحر الضريرة. قال: فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، يعني في العبادة، أيديهم كأنها ثفن الإبل خشنة، ووجوههم معلمة من آثار السجود. قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: والله لنحدثنك. قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، يعني زوجه بنته فاطمة، وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالوا: ننقم عليه ثلاث خصال. قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: وماذا بعد هذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسبي، لم يسبي النساء ولم يغنم، لأن كانوا يعني الذين قاتلهم كفارا لقد حلت له أموالهم، يعني حرب الجمل، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت: وماذا؟ قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، هذا إلى الحد يعني يكفرونهم هو ومن معه. قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون، أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في دين الله
فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. أنشدكم الله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وأصلاح ذات بينهم. قال: أخرجت من هذا؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم إنه قاتل، يعني علي رضي الله عنه، ولم يسبي ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ كانت مع الذين في الجمل الذين قاتلهم وقاتلوا علي رضي الله عنه، وكانت معركة الجمل أثارها الثوار عبد الله بن سبأ وجماعته. أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم مترددون بين ضلالتين، فاختاروا أيتهما شئتم. أخرجتم من هذا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقالوا: اكتب هذا ما قاضى، يعني الرسول قال لعلي الذي هو الكاتب، قال: لو اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. يعني قال سهيل بن عمرو الذي جاء من مكة من المشركين، قال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب من محمد ابن عبد الله. قال: والله إني لرسول الله حقا، وإن كذبتموني اكتب يا علي محمد ابن عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي رضي الله عنه. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم بعد ذلك على ضلالة. وهكذا حاور حبر الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حاور الخوارج وأفحمهم وأقام الحجة عليهم. وقد انطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أخرجه الطحاوي والخطيب وابن عبد البر من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء، وصححه الشيخ الألباني. فابن عبد الله بن عباس أخذ العلم الديني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وغيره من علماء الصحابة رضي الله عنه، فنفى عنه تحريف الغالين، نفى عن العلم الديني تحريف الغالين كما في هذا الحديث الذي مر علينا، ونفى عنه انتحال المبطلين الذين هم الخوارج، ونفى عنه تأويل الجاهلين. كل هذه الصفات تنطبق على الخوارج، وتأويل الجاهلين من الخوارج المارقين الذين أولوا الآيات القرآنية على غير وجهها الصحيح، فأولوا الآيات على غير وجهها الصحيح، فضللوا الصحابة وكفروهم وخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. جريمتهم بقتل المسلمين الآمنين. أخرج البلاذري من خبر أبي مجلز أن علي رضي الله عنه نهى أصحابه عن أن يسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا، يعني ألا يقاتلوهم حتى يبدأوا هم بالقتال. قال: وكان الخوارج
الذين قدموا من البصرة مع مسعر بن فدكي استعرضوا الناس في طريقهم، فإذا هم برجل يسوق بامرأته على حمار له، فدعوه وانتهروه ورعبوه وقالوا له: من أنت؟ قال: رجل مؤمن. قالوا: فما اسمك؟ قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله. خباب بن الأرت هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكفوا عنه، ثم قالوا له: ما تقول في علي؟ قال: أقول إنه أمير المؤمنين وإمام المسلمين، وقد حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتنة يموت فيها قلب الرجل فيصبح مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً. فقالوا: والله لنقتلنك قتلة ما قتلها أحد. وأخذوه فكتفوه، ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم يعني ثقيلة، حتى نزلوا تحت نخل مواقير مليئة بالتمر، فسقطت رطبة منها فقذفها أحدهم في فمه، فقال له رجل منهم: رجل منهم أبغير حلها تأكلها بغير حل ولا ثمن؟ ما اشتريتها؟ فألقاها من فيه واخترط سيفه وسل سيفه وجعل يهزه، فمر به خنزير لذمي فقتله بسيفه. فقال له بعض أصحابه: إن هذا لمن الفساد في الأرض. فطلب صاحب الخنزير حتى أرضاه. فقال ابن خباب عبد الله بن خباب: لئن كنتم صادقين فيما أرى وأسمع إني لآمن من شركم. قال: فجاءوا به فأضجعوه على شفير النار على ساحل النار، وألقوه على الخنزير المقتول فذبحوه عليه، وأخذوا امرأته فبقروا بطنها وهي تقول: أما تتقون الله؟ وقتلوا 3 نسوة كنا معها. فبلغ عليا خبر ابن خباب وامرأته والنسوة، فبعث إليهم ابن الحارث ابن مرة العبدي ليتعرف حقيقة ما جرى منهم. فلما أتى النهروان البلد الذي يسكنون فيه وقرب منهم خرجوا إليه فقتلوه، وبلغ ذلك علي ومن معه، فقالوا: لماذا نترك هؤلاء يخلفون في أموالنا؟ ثم رحل بالجيش علي ليقاتلهم لأنهم استحقوا القتال خلاص. فبعث علي رضي الله عنه لما أتى إلى مكان الخوارج في النهروان، بعث إليهم يقول: أسلموا لنا قتلة ابن خباب ورسولي والنسوة ليقتلهم، ثم أنا تارككم، فلعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى ما هو خير لكم وأملك بكم. فبعثوا إليه يقولون: إنه ليس بيننا وبينك إلا السيف، إلا أن تقر بالكفر وتتوب كما تبنى. فقال علي: أبعد جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيماني أشهد على نفسي بالكفر؟ لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وكتب إليهم: أما بعد فإني أذكركم أن تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً بعد أن أخذ الله عليكم الكتاب الميثاق على الجماعة وألف بين قلوبكم على الطاعة. فلم يزل يعظهم ويدعوهم، فلما لم ير منهم انقياداً وكانوا 14,000، يعني الجيش اللي مع علي رضي الله عنه كان 14,000، عبأ الناس فجعل على ميمنته حجر بن عدي الكندي، وعلى ميسرته شبث بن ربعي، وعلى الرجال يعني الذين يمشون على أرجلهم أبا قتادة الأنصاري. وقال علي لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدأوكم. فشدوا يعني أصحاب الذين هم الخوارج شدوا على أصحاب علي شدة قوية، فانفرجت خيل علي منفرقين فرقتين، فرقة نحو الميمنة وفرقة نحو الميسرة، وأقبلوا نحو المشاة، فاستقبلت الرماة وجوههم بالنبل حتى كأنهم معزة تتقي المطر بقرونها. ثم نهض إليهم علي رضي الله عنه من القلب بالرماح والسيوف،
فما لبثوا أن وهمدوا في ساعة وتلوا جميعاً وجرح منهم من جرح. خبروا ذو الثدية ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم من حديث عبيد الله بن رافع رضي الله عنه أن الحرورية يعني الخوارج لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر نحو الحديث السابق إلى أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض خلق الله إليه منهم رجل، هذا الرجل أسود إحدى يديه ضرع شاه. فلما قتلهم علي قال انظروا ابحثوا عن هذا الأسود الذي في إحدى يديه كأنه ضرع شاه، فنظروا فلم يجدوا شيئا، قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب عليك. فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا مرتين أو ثلاثا فوجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. كما أخرج أيضا من حديث عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه ذكر الخوارج فقال لولا أن تبطروا، لولا أن تبطروا يعني تتجبروا وتتكبروا لحدثتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أأنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله إي ورب الكعبة، قال ثلاث مرات. وأخرج الإمام محمد بن جرير الطبري من خبر عبد الملك ابن أبي حرن علي خرج في طلب ذو الثدية فلما استخرج قال علي الله أكبر والله ما كذبت ولا كذبت، أما والله لولا أن تنكلوا عن العمل يعني عن النوافل لأخبرتكم بما قضى الله على لسان رسوله لمن قاتلهم مستبصرا في قتالهم عارفا للحق الذي نحن عليه. ثم مر بهم وهم صرعى فقال بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. فقالوا يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال الشيطان وأنفس بالسوء أمار غرتهم بالأماني. وطلب قال وطلب من به رمق منهم، بقي منهم 400 أحياء فوجدناهم 400 رجل، فأمر بهم علي فدفعوا إلى عشائرهم وقال لأصحابه احملوهم معكم وداووهم عالجوهم فإذا برئوا فأعطوهم أهلهم بالكوفة. قال وأما السلاح والدواب وما شهدوا بالحرب فقسموا بين المسلمين، وأما المتاع والعبيد والإماء الجواري فإنه حين قدم رده على أهله. معجزة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيكم يعني أصحابه من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله، وهذا حدث من علي بن أبي طالب، قاتل الخوارج على تأويل القرآن لأنهم أولوا القرآن على غير وجهه الصحيح كما قاتل الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيله. حكم علي رضي الله عنه فيهم وعليهم. أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني من خبر الإمام الحسن البصري قال لما قتل علي الحرورية، لما قتل علي الخوارج الذين يسمون الحرورية قالوا من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ يعني كيف تحكم عليهم؟ أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قالوا هل هم منافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا. وهكذا ابتلي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بأول حركة قتالية يقوم بها الخوارج، فكان ذلك من الخير للأمة الإسلامية حيث سار في معاملة قبل الحرب وفي أثنائها وبعدها على توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك أول قائد يطبق منهج الإسلام في قتال الخوارج. وقد تبين لنا من صفاتهم في هذه الأخبار زيادة على ما جاء في وصفهم من الحديث السابقة
أنهم يتأولون آيات الله التي نزلت في الكفار على غير وجه، حيث يطبقونها على مخالفين من المسلمين. وفي ذلك يقول الإمام البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: هم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ولقد كانت لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه في مواجهة تلك المحنة مواقف جهادية وأخلاقية عالية، فمن ذلك أنه تحمل خلافهم وردودهم القاسية واعتراضاتهم الجافية، وأنه وعدهم بأنه لن يؤاخذهم بكلامهم ما لم يسفكوا دما أو ينتهبوا مالا، وقد وفى لهم بذلك على الرغم من أنهم اتهموه بالشرك والكفر والمداهنة في أمر الله، واعترضوا عليه وهو يخطب فتجاوز عنهم ولم يحاسبهم. لقد قام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالحوار معهم وجادلهم في شبهاتهم بالتي هي أحسن، لكنهم ما أصروا على ما هم فيه من الباطل ولم يسمعوا كلامه ولا حججه التي أدلى بها عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام أو من الدين، يمرقون كما تمرق يمرق السهم من الرمية، هل هو دليل على كفر الخوارج؟ ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أقوال عدد من العلماء حكموا بكفر الخوارج لظاهر هذا الحديث ولقوله: لأقتلنهم قتل عاد وكل وفي لفظ قتل ثمود، وكل منهما إنما هلك على الكفر، ولقوله: هم شر الخلق، ولتكفيرهم أعلام الصحابة رضي الله عنهم وفيهم من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن حكم الإسلام. ثم ذكر أن أكثر أهل الأصول من أهل السنة على أن الخوارج فساق لم يحكموا بكفرهم، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد. وواضح أن القول بعدم تفكير الصحابة أصوب، لأن ذلك هو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أقره الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ولم ينقل عنهم خلافه، والصحابة هم أعلم المسلمين بتأويل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ذكر الحافظ ابن كثير من رواية الحافظ البيهقي بإسناده عن ابن يزيد قال: قال لي علي بن أبي طالب، قال له: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه، يشير إلى لحيته، من هذه يعني إلى جبهته، فما يحبس أشقاها، يعني متى يأتي أشقاها ليقتلني فأموت شهيد. فقال عبد الله بن سبع: والله يا أمير المؤمنين، لو أن رجلاً فعل ذلك لأبدنا عترته عشيرته، لقتلنا عشيرته. فقال: أنشدكم بالله أن يقتل غير قاتلي. وقد رتبوا له عدداً من الحرس يحرسونه، وقالوا: أنت مهدد من الخوارج، وجعلوا حرساً يحرسونه، ففرقهم، لم يقبل أن يحرسه أحد. ومن أقواله في ذلك: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرضى به، ومن المقدور لا يغني حذر. صفة مقتله رضي الله عنه، ذكر ابن كثير من رواية أخبار ابن جرير الطبري وغيره من العلماء أن ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكر التميمي، اجتمعوا فتذاكروا قتل إخوانهم من أهل النهروان، يعني الخوارج الذين قتلوا في النهروان، فترحموا عليهم فقالوا: لو شرينا أنفسنا، يعني بعنا أنفسنا، فأتينا أئمة الضلال
يقصدون علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص. علي بن أبي طالب خليفة المسلمين في العراق، ومعاوية أمير في الشام، وعمر بن العاص أمير في مصر. قال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاقدوا على القيام بذلك، واتفقوا على أن ينفذوا ذلك في ليلة 17 من رمضان عام 40 للهجرة. فسار عبد الرحمن بن ملجم من الكوفة، سار إلى الكوفة وسم سيفه، جعل في السيف جعل فيه السم، وجلس قرب دار علي بن أبي طالب ينتظر خروجه للصلاة. فخرج علي وصار ينادي الناس للصلاة، فهجم عليه ابن ملجم وضربه بالسيف في جبهته، فسال دمه على لحيته وحمل إلى منزله. قال ابن كثير: وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فوقف بين يديه وهو مكتوف قبحه الله، فقال له: أي عدو الله؟ يقول علي له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا، يعني على قتلي؟ قال: شحذته، يعني السيف، سننته، يعني 40 صباحا، 40 يوم، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. انظروا كيف يحكم على علي المبشر بالجنة بأنه شر خلق الله، الضلال لا حول ولا قوة. قال له علي: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلق الله. ثم قال: إن مت فاقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. قال جندب بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، إن مت نبايع الحسن. قال: لا أمركم ولا أنهاكم. ولما احتضر علي حضرة الوفاة جعل يكثر من قولي لا إله إلا الله ولا يتلفظ بغيره. وقد قيل: إن آخر ما تكلم به: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما قال ابن كثير: وأما صاحب معاوية وهو البرك، فإنه حمل عليه راحل الشام، من العراق سافر إلى الشام، حمل عليه وهو خارج إلى صلاة الفجر في هذا اليوم 17 رمضان، فضربه بالسيف وقيل بخنجر مسموم، فجاءت الضربة على وركه ومسك الخارجي فقتل. وقد قال لمعاوية: اتركني حتى أبشرك ببشارة. فقال: وماي؟ قال: إن أخي قد قتل في هذا اليوم علي بن أبي طالب، وأما صاحب عمرو بن العاص وهو عمرو بن بكر فإنه كمن لعمرو بن العاص له ليخرج للصلاة الفجر، فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد، أصيب بمغص في ذلك اليوم، فلم يخرج إلا نائبه على الشرطة خارج ابن أبي حبيب، نائبه على شرطته، فحمل عليه الخارجي فقتل، قتل خارج بدلا من عمرو، وهو يعتقد عمرو بن العاص. فلما أخذ الخارجي قال: أردت عمرا وأراد الله خارجه، فأرسلها مثلا وقتل قبحه الله. فالآن تبين لنا كيف كفروا الإمام علي بن أبي طالب خليفة المسلمين وقاتلوه، ثم قتلوه، وهو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في غزوة خيبر الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه وأنه يحب الله. قال: فبات الناس يدوكون، يعني يخوضون في الحديث ليلة كاملة، أيهم يعطاها؟ كل واحد يريد الراية عشان يظفر بمحبة الله عز وجل. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به
فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأنه لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وفتح الله على يديه. هكذا تبين لنا من أخبار الخوارج هذه الأخبار المزعجة، وكيف أنهم قاتلوا المسلمين وقتلوا فضلاء الصحابة وكفروهم. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعاً من الفتن، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يثبت المسلمين جميعاً على هذا الصراط المستقيم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.